الله وبركاته. أقدم لكم اللعبة الجديدة حالياً على أيام الحجر. صراحة برمجنا لعبة حليوة. هاي اللعبة يا طويل العمر لعبة الحجر المنزلي. برمجنا لعبة حليوة. خسر. يا طويل العمر. هني الحين طبعا ما يحتاج تحرك اللاعب، بس عليك تناطط وتنزل تحت وتطلق. شايفه تطلق الحين؟ وراويكم شايفه تطلقون. هاي يفلت اشياء بسيطه. الله، ما احلى الحجر المنزلي. نقدر نبرمج العاب. ويش نسوي احنا الحين؟ شو طالع؟ بس حاسبوا هذيلين ونخلينهم يطيحون. واو 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 واو. شو خلينا نخسر وراويكم. الحين نرجع الى نقطة مات السيف. اوكي، وهذه تقدر تنط فوقها. حلو. انا افكر في لعبه بعد اسوي. عندكم في انا بسوي نقطة حلوة في اللعبة، حتى لو تخسر اذى من مرة ما يصير لك جيم اوفر. شو طالع؟ اراويكم، يعني مو نفس باقي الالعاب اللي احنا نسويهم او اللي مسويينهم، ان عندك هلقت تشانس. خسرت تعيد؟ لا، انا مسوي. شوف طالع، ها حتى لو خسرت هني. الله، طبعا في ستيجات واجد صعبة، يعني مو بس هالستيج، في ستيجات واجد. واو. يا الله. طبعا اللينك راح ارفعه عليكم. انا عندي هني خلل لحد الان ما حليته، ان شاء الله راح احله.
وطبعا انت تخسر كيفه اذا القلوب نقصه، وطالع القلوب اللي فوقه كل ما يقلون القلوب. القلوب عبارة عن التايم انا مسوينه. اوكي التايم هو القلوب، شفتم؟ طبعا وياكم يوسف مهندس. لما تبقى عزك مهندس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يوسف يقول مهندس اللي في الفيديو. مبرمجين يعني عبارة عن واشو؟ مبرمجين أكيد مهندسين. ما عندك صحونة عشان تتهلوس. يعني بابا. ايوه شوف هاي يوسف يهلوس يقول هو مهندس. انا ما احب الستيج لانه مسوي لنا واجد صعب. يلا نشوفكم ان شاء الله في الايام الجايه. يلا شباب شكرا شكرا لكم، في امان الله.